نشرة الأخبار من اليوم السابع مباشر، مرحبا بكم. توافد عشرات القضاة للمشاركة في انتخابات التجديد الكلي للنادي. كلينتون تفتح الطريق اليوم أمام استئناف المساعدة الأمريكية لمصر. مظاهرة بشارع جامعة الدول العربية تأييدا لأبو إسماعيل. وتل أبيب تصرح لن نتعاون مع لجنة تقصي انتهاكات المستوطنات لحق الفلسطينيين. وإليكم تفاصيل الأخبار. توافد عشرات القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى مقر نادي القضاة بوسط القاهرة للمشاركة في التصويت بانتخابات التجديد الكلي لنادي القضاة، والتي بدأت عملية الاقتراع فيها صباح اليوم الجمعة. وحضر المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاء الحالي والمرشح لرئاسته أمام منافس وحيد وهو المستشار محمد رفعت بسيوني، وحضر المرشحون الآخرون بقائمة الزند وأغلبهم من أعضاء المجلس الحالي والمرشحين المنافسين. فاز الدكتور حازم فاروق مرشح جماعة الإخوان المسلمين بمنصب نقيب أطباء أسنان مصر، كما حصد مرشح الجماعة 21 مقعداً من إجمالي 24 مقعداً. قال مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزيرة هيلاري كلينتون ستصدر تنازلاً بدعوى الأمن القومي عن شهادتها أمام الكونغرس للسماح بتمرير المساعدات العسكرية السنوية والتي تقدمها واشنطن لمصر وتقدر ب 1.3 مليار دولار. قررت الجزائر إغلاق حدودها وتجميد تعاونها العسكري مع مالي بعد الانقلاب على نظام الرئيس المالي توماني توري، فيما أكد الناطق باسم الأمم المتحدة أن الاقتتال الدائر في مالي بين المتمردين الطوارق والقوات الحكومية تسبب في تهجير حوالي 130 ألف شخص منذ بدء المواجهات في منتصف يناير الماضي. نظمت حركة شباب الفجر الجديد تظاهرة تأييد للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل مصحوبة بعرض إلكتروني لبرنامجه الانتخابي، وذلك بميدان سفنكس بالمهندسين مساء أمس الخميس. وقامت الحركة بتوزيع بوسترات وملصقات الدعاية الخاصة بالشيخ أبو إسماعيل، حيث اصطف شباب الحركة في طابور على جانبي شارع جامعة الدول العربية رافعين صور المرشح المحتمل وصور عدد من علماء الدعوة السلفية المؤيدين له. عقد السفير محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة العربية لشؤون فلسطين القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد تطبيقا لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية بعد 50 عاما، وذلك تأكيدا على عدم الخوف من التهديدات الأمنية المثارة في الصحف. أوضح مصدر إسرائيلي اليوم الجمعة أن إسرائيل لن تتعاون مع لجنة تقصي انتهاكات المستوطنات لحقوق الفلسطينيين والتي قرر مجلس حقوق الإنسان الدولي أمس الخميس تشكيلها، واصفا أداء المجلس الأممي بالمثير للسخرية. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد اتهم أمس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالنفاق، وذلك في رد إسرائيلي غاضب على قرار للمجلس بإرسال بعثة تقصي حقائق إلى مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. وختاما مشاهدين، هذه تذكرة بأبرز العناوين. توافد عشرات القضاة للمشاركة في انتخابات التجديد الكلي للنادي. كلينتون تفتح الطريق اليوم أمام استئناف المساعدة الأمريكية لمصر. مظاهرة بشارع جامعة الدول العربية تأييدا لأبو إسماعيل. وتل أبيب تصرح لن نتعاون مع لجنة تقصي انتهاكات المستوطنات لحق الفلسطينيين. انتهت نشرتنا الإخبارية من اليوم السابع مباشر. شكرا للمتابعة وإلى لقاء متجدد.